نتعرف أكثر عن أهمية إيصال الأدوية إلى محدودي الدخل مع الصيدلاني محمد عبد الهادي اللي انضم إلينا عبر زوم. يا مرحبا وسهلا وحياك الله. حياك الله أخوي وشكرا على الاستضافة الحلوة هذه، وأنا بتشرف أن أكون معكم. تسلم. كيف تقيم مبادرة يدا بيد اللي توفر الأدوية لغير المواطنين بأسعار منخفضة؟ كيف تقيمها؟ طبعا هاي مبادرة مهمة جدا. إنه قبل ما نحكي في المبادرة هاي، يعني دولة الإمارات دائما سباقة إنها تكون رقم واحد في الكاستمر سيرفيس، بتسعى إنها ترضي القاطنين على أرضها سواء مواطنين أو مقيمين أو زائرين وتعطيهم أفضل خدمة. فهذا مش غريبة، يعني أنا بحس إن إحنا محظوظين إنه إحنا يعني عايشين في هذا البلد وجزء من هذا المجتمع. طبعا أنت عارف المريض، يعني لما يكون صاحب مرض مزمن بيكون هذا هيفي بيردن عليه، أو يعني حمل عليه، وفي ناس ما بتقدر تتحمل تكاليفه. ففي وزارة الصحة هم قيموا أنه في عدد كبير من المرضى مش قادرين يتحملوا هاي التكلفة، فعملوا زي دراسة لكيف ممكن نقدر أنه نساعد هذول المرضى. فطلعت مبادرة يدن بيد بالتعاون مع شركة جانسن ومركز إكسيوس تثقيفي بأنهم يتحملوا جزء من هذه التكاليف. طبعا هاي مبادره مهمه جدا، لانه يعني في كثير ناس فعلا اصحاب امراض مستعصيه او امراض مزمنه، يعني بيضل معاه العمر كله ما راح يقدر يتحمل تكاليفها. ف يعني من هذا المنبر احنا بنشكرهم على هذه المبادره. نعم نعم اخوي محمد، كلنا نعرف ان في بعض الامراض تكلفتها مكلفه نوعا ما. شو هي اهم الامراض اللي انتم تعتبرونها تكلفه ادويتها مرتفعه جدا؟ طبعا زي ما قلت لك الامراض المزمنه الكرونيك ديزيز هاي مكلفه جدا، وفي بعض الامراض المناعيه كمان مكلفه جدا، زي ما ذكروا في التقرير عندك الالتهاب ارتفاع ضغط الدم الشريان الرئوي، او عندك هو الورم النخاع المتعدد، او حتى الامراض المناعيه الثانيه زي السورياتيك ارثرايتس اللي هو شو اسمه الالتهابات الصدفيه، او حتى التهاب القولون التقرح النشط. هاي امراض مناعيه مكلفه جدا، انه ممكن يكون علاجها من البايوسيميلر او العلاجات البيولوجيكال الجديده، فهي مكلفه جدا جدا فعلا، ما بقدر على تكاليفها كل المرضى. فعلا زين، يمكن لمرضى هذه الامراض انهم يستخدمون ادويه بديله؟ مش كل الأمراض، زي ما قلت لك في أمراض مناعية علاجاتها نادرة جدا، فالبديل ما راح يكون بنفس جودة العلاج اللي مفروض يأخذه، فحتكون يعني حتكون الثيرابيوتيك كوست أعلى. فلا، إنه يأخذ الدواء المضمون أفضل، البدائل ما بتعطي نتائج نفس الدواء الأصلي أو الدواء الأول بسموه الدراج أوف تشويس. فبالعكس إنه المبادرة هاي ريحت المريض انه يضطر يروح لبدائل مش مضمون. نعم نعم. طيب الى اي مدى يمكن ان تساعد مثل هاي الاتفاقيات على النهوض بالقطاع الصحي في دولة الامارات؟ طبعا يعني عادة الواحد بيكشف نجاح اي قسم او اي مؤسسة عن طريق يعني اكتشاف مدى الساتسفاكشن للكاستمر، قدي أنت قدرت تغطي أو ترضي الكاستمر تبعينك. فهاي المبادرة يعني حتريح شريحة كبيرة من المرضى، ماشي، الغير مواطنين اللي مش قادرين على تكليف هذا المرض. فبالعكس أنت هيك يعني ريحتهم من تكاليف كثيرة، شجعتهم يجوا على المستشفيات الحكومية، لأنه حتى القطاع الخاص مرات ما بيغطي تكاليف هاي الأمراض. فبالعكس انت ريحت الناس من البيردن تبع يفكر وين بدي اروح، القطاع الخاص ما بغطيش، تأميني ما بغطي، انا ما عندي تأمين. فبالعكس يعني كثير ريحت ناس، ومبادرة رائعة بكل المقاييس. زي كيف بتتم آلية توزيع الدواء؟ هلأ الآلية لسه ما بعتقد انها 100% تحددت، لكن هي واضحة. يعني انت عملت دياغنوستيك اكتشفت هذا المرض، ماشي، بتقدم للمبادرة أنا تأميني ما بغطي أو أنا ما عندي تأمين، ماشي، عن طريق الدكتور اللي بيعمل لك هذا الفحص وهم بيتابعوا معه، بس آليتها 100% لسه يعني ما انطرحت. أكيد.
أكيد كل الشكر لك أستاذ محمد عبد الهادي على انضمامك وعلى توضيحك لنا لهذه الأمور، شكرا جزيلا.